أيضا اجتماع أهل القرية في بيت المتوفى لاستقبال المعزين من القرى المجاورة وتقديم الطعام لهم من أقرباء المتوفى، وقد يستمر لمدة 3 أيام. ما حكم هذا العمل علما بأن من لم يحضر معهم يعتبر شاذا عن الجماعة في نظرهم؟ وهذه أيضا عادة سيئة لأنها تكلف تكاليف باهظة وتشق على الناس. التعزية في الأصل مشروعة، وهي مواساة أهل الميت والدعاء للميت مشروعة، ولكن بدون هذه المبالغات وهذا الاجتماع المفروض الإلزامي على الناس وعمل الأطعمة الكثيرة، كل هذا لا داعي إليه، وهو من التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان. الذي ورد في الطعام بمناسبة العزاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل طعام بقدر حاجة أهل الميت ويدفع إليهم لأنهم مشغولون بالمصيبة عن إعداد الطعام لأنفسهم، فيكون هذا من إعانتهم ومواساتهم. أما أن يعمل أطعمة للوافدين والمجتمعين وقد تكون ضريبة على الناس أو تكون من تركة الميت أو تكون من أهل البيت المصابين، فهو زيادة مصيبة إلى مصيبتهم، يجب ترك هذه العادات. وقد قال جرير بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم.